بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فموعدنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الفرج بعد الشدة في قصة أيوب عليه السلام. وأنتم تعلمون يا من تتعلقون بالقرآن الكريم وتديمون النظر فيه وتعلمون بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، تعلمون أن الله قد كرر قصة أيوب عليه السلام في مواضع عديدة من القرآن الكريم. وتعلمون أيضا بأن من أراد أن يتحدث عن الصبر فإنه يتخذ من قصة أيوب عليه السلام درسا عظيما. لماذا؟ لأن الله عز وجل ابتلى سيدنا أيوب عليه السلام بعدة ألوان من الابتلاءات. من بين هذه الابتلاءات ابتلاه الله عز وجل بالمرض، وحدث له كرب عظيم نتيجة هذا المرض الذي ألم به عدة سنوات، لدرجة أن بعض المفسرين قد قالوا إن المرض قد برح بأيوب عليه السلام لمدة 18 سنة. ولما طلبت منه زوجته أن يدعو ربه أن يذهب الله عز وجل عنه هذا البلاء وهذا الابتلاء وهذا الاختبار وهذا المرض، إذا به يقول لها: لن أجرؤ أن أدعو ربي حتى تبلغ مدة بلائي مدة شفائي. بمعنى أنه إذا بلغت مدة البلاء 18 سنة فإنه قد يبيح لنفسه أن يدعو ربه تبارك وتعالى بأن يذهب الله عز وجل عنه المرض. وليس هذا هو الابتلاء وفقط لسيدنا أيوب عليه السلام، ولكن ذهب بنوه وذهب أهله وذهب كل من كان معه وذهبت أمواله، كل هذه ألوان من الابتلاءات ومن الاختبارات. ماذا حدث؟ صبر سيدنا أيوب عليه السلام. ونحن نضرب المثل دائما في حياتنا بصبر سيدنا أيوب عليه السلام، نقول إن فلانا إذا صبر فإنه يصبر صبر أيوب عليه السلام، لأن ابتلاءاته كانت ابتلاءات عديدة عديدة، ولأن الاختبارات والامتحانات والأمراض التي ابتلاه الله عز وجل بها كانت كثيرة وكانت قاسية وكانت شديدة. ماذا حدث؟ صبر سيدنا أيوب، بل اصطبر على ما ابتلاه الله عز وجل به، وكانت نتيجة هذا الصبر وذاك الاصطبار أن أبدله الله تبارك وتعالى جسدا صحيحا سليما معافى، بعد أن كان مريضا وبلغ شدة المرض وبرح به الألم، وأبدله الله عز وجل أهله وأبدله الله عز وجل أمواله. لماذا؟ لأنه كان صابرا محتسبا لوجه الله تبارك وتعالى. ومن بين الآيات التي تحدثت عن سيدنا أيوب عليه السلام ما قاله ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. والفاء تأتي في اللغة العربية للترتيب والتعقيب، أي بمجرد أن دعا أيوب عليه السلام ربه تبارك وتعالى ولم يقل له رب إني مريض أو بلغ بي المرض مبلغه أو كان ساخطا والعياذ بالله على قضاء الله عز وجل وقدره، أو لم يرضى بمثل هذا الوباء الذي أصيبت به البشرية الآن كورونا، يجب علينا أن نكون راضين محتسبين وأن نأخذ بالأسباب من أجل الخروج من هذا الوباء الذي أصاب العالم بأسره. يجب علينا أن نأخذ من قصة أيوب الدرس والعظة والعبرة، بمجرد أن رفع أكف الضراعة إلى المولى تبارك وتعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كانت الإجابة
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله، ليس ذلك وفقط، وبثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ولقد قال أو روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عافى الله عز وجل أيوب عليه السلام، أي لما شفاه من مرضه ورد عليه أهله ومثلهم معهم وأعاد إليه صحته وعافيته، أمطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذه ويجعله في ثوبه، فقيل له: يا أيوب أما تشبع؟ قال: ومن يشبع من رحمة الله تبارك وتعالى. إنه لدرس عظيم أيها الأحبة الأكرمون في أنه بعد الشدة إنما يأتي الفرج، وبعد العسر إنما يأتي اليسر، وفي ذلك عظة وعبرة. وفي قصة أيوب عليه السلام درس عظيم لجميع الذين ينضون تحت لواء الدين الإسلامي العظيم، كما قال ربنا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.